السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحيح الامتحان الوطني الموحد دورة العادية 2016 المكون الثاني التمرين الأول لدراسة بعض جوانب آلية التقلص العضلي وتحديد دور أيونات الكالسيوم سي أدو بلس في هذا التقلص. نقدم المعطيات الآتية: المعطى الأول بعد عزل ألياف عضلية من عضلة هيكلية مخططة تم وضعها في وسط يحتوي على أيونات الكالسيوم المشع ووزعت إلى مجموعتين واحد واثنان باستعمال تقنية خاصة. تم تثبيت ألياف مجموعة واحد أثناء مرحلة الانتخاء وتثبيت ألياف مجموعة اثنان أثناء مرحلة التقلص. بعد ذلك تم تحديد تموضع الإشعاع داخل الألياف العضلية للمجموعتين بواسطة التصوير الإشعاعي الذاتي. يقدم شكل الوثيقة واحد رسوما تفسيرية للنتائج المحصلة عليها عند ألياف مجموعة واحد يعني الشكل ألف وعند ألياف مجموعة اثنان الشكل باء. أولا قارن توزيع الإشعاع داخل ألياف مجموعتين واحد واثنان، ثم استخرج منحى انتقال أيونات الكالسيوم عند مرور الليف العضلي من حالة الارتخاء إلى حالة التقلص. بالنسبة للمجموعة واحد التي توجد على مستوى الشكل ألف، نلاحظ أن الإشعاع يتواجد على مستوى الشبكة الساركوبلازمية. أما بالنسبة للشكل باء أي المجموعة اثنان أي حالة التقلص، نلاحظ أن الإشعاع يتواجد خارج الشبكة الساركوبلازمية أي يتواجد على مستوى الساركوبلازم. ثم استخرج منحى انتقال أيونات الكالسيوم عند مرور الليف العضلي من حالة ارتخاء إلى حالة تقلص. حالة ارتخاء هي الشكل ألف والحالة التقلص هي الشكل باء. في حالة الشكل ألف نلاحظ الكالسيوم كان موجود بالشبكة الساركوبلازمية، وفي الشكل باء نلاحظ أنه موجود على مستوى الساركوبلازم. إذن منحى انتقال كالسيوم المشع أو أيونات الكالسيوم عند مرور الليف العضلي من حالة ارتخاء إلى حالة تقلص هي من الشبكة الساركوبلازمية في اتجاه الساركوبلازم. المعطى الثاني مكنت مجموعة من الدراسات البيوكيميائية والملاحظة الدقيقة لخيطة الأكتين والميوزين داخل ألياف عضلية في حالة وجود وفي حالة غياب أيونات الكالسيوم من بناء النموذج التفسيري المبين في الوثيقة 2. ثانيا بالاعتماد على الوثيقة 2 بين كيفية تدخل أيونات الكالسيوم في حدوث التقلص العضلي. إذا نلاحظ الشكل، إذا في حالة غياب الكالسيوم نلاحظ أن التروبوميوزين يغطي موقع تثبيت رؤوس الميوزين. في حالة وجود كالسيوم نلاحظ أن موقع تثبيت رأس الميوزين أصبح مكشوفا وبالتالي ارتباط الميوزين بالأكتين. إذن في حالة غياب الكالسيوم نلاحظ أن مواقع تثبيت رؤوس الميوزين بالأكتين تكون مقنعة بواسطة التروبوميوزين، وفي حالة وجود أيونات الكالسيوم نلاحظ أنها ترتبط بالتروبونين فيتم الكشف عن مواقع تثبيت رؤوس الميوزين بالأكتين وبالتالي ترتبط بهذه الجزيئات الأخيرة. المعطى الثالث للحصول على الطاقة اللازمة للتقلص يعمل الليف العضلي على حلمأة كمية كبيرة من جزيئات ATP. لتحديد بعض الشروط الضرورية لحلمأة هذه الجزيئات نقدم المعطيات التجريبية الممثلة في الوثيقة 3. السؤال الثالث باستغلال معطيات الوثيقة 3 فسر الاختلاف الملاحظ في حلمأة ATP بالنسبة لمختلف الأوساط. بالنسبة للوسط واحد يوجد خيوط الميوزين، خيوط الأكتين ATP و سي أدوبليس. تجربة نلاحظ مركبات أكتوميوزين سي أدوبليس وكمية كبيرة من ATP و PE، أي تم هنا في هذه الحالة استهلاك كمية كبيرة من ATP بحيث أدت إلى تواجد كمية كبيرة من ATP و PE. نفسر هذا بأن مركبات الأكتوميوزين ساهمت بشكل كبير في حلمأة الATP الموجود بهذا الوسط أو أدت إلى حلمأة الATP الموجود بهذا الوسط. الوسط الثاني خيط أكتين ATP و سي أدوبليس. النتيجة أو نهاية التجربة خيط أكتين ATP و سي أدوبليس. نلاحظ في هذه التجربة أن الATP لم يستهلك، وهذا يفسر بأن الأكتين لوحده لا يقدر على حلمأة الATP. في الوسط الثالث خيط ميوزين زائد ATP زائد سي أدو بلس. النتيجة خيط ميوزين زائد ATP زائد سي أدو بلس زائد كمية ضعيفة من ATP و PE. إذا لم تستهلك كمية كبيرة جدا من ATP بحيث كمية ضعيفة فقط. تفسر هذه الكمية الضعيفة المستهلكة بأن رؤوس ميوزين ثبتت أو حلمأت كمية بسيطة من ATP ولكن لا يمكنها استمرار في الحلمأة نظرا لغياب خيطات الأكتين. رابعا اعتمادا على المعطيات السابقة وعلى مكتسباتك لخص تسلسل الأحداث المؤدية إلى تقلص العضلة إثر إهاجتها. نحاول تلخيص المراحل من الإهاجة إلى تقلص العضلة.
أولا، عند وصول السيالة العصبي يتم تحرير السيادوبليس مما يؤدي إلى تشكل مركب أكتوميوزين. ثم تتم دوران رأس الميوزين بعد ذلك في حالة وجود ATP تنفصل رؤوس، ترتبط هذه الجزيئات ATP برؤوس ميوزين فتنفصل هذه الأخيرة عن الأكتين. بعد ذلك تتم حلمة ATP ويأخذ رأس ميوزين شكله الأول أو وضعيته الأولى. في حالة بقاء سيادوبليس في الوسط يعيد رأس ميوزين نفس المراحل. هنا ينتهي التمرين الأول.